اروح لزميلتي ايه الابنودي واللي موجوده في منطقه التجمع الخامس. ايه صباح النور. صباح الخير يا ياسمين، صباح وصباح النور عليكي، عليك. وصباح الخير على كل مشاهدي ام بي سي. احنا بالفعل زي ما انت قلتي موجودين في مدرسه في التجمع، هي مدرسه سيزا نبراوي، ومن بدايه اليوم الاول وحتى اليوم، يعني عايزه اقول لك يا ياسمين، الاجواء في القاهره الجديده تحديدا والتجمع اجواء احتفاليه واجواء كرنفاليه، يعني ونقدر نقول انه طبعا رجال الجيش والشرطه بيقوموا بدور مهم جدا في التأمين طبعا، تأمين أكيد وتأمين المداخل والمخارج المؤدية للجان والمدارس بشكل خاص، وفي عدد من سيارات الإسعاف وسيارات الشرطة بتجوب الشوارع بالتجمع لتأمين سير عمل الاستفتاء. مدرسة سيزا نبراوي تحديدا منذ اليوم الأول شهدت حضور شخصيات سياسية طبعا مهمة، كوزير النقل المهندس كامل وزير، اللواء العصار، السيد سامح شكري، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، وبلجنة الرحاب أيضا. وأثناء تواجدنا هناك كان لنا لقاء مع السيدة الوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وده طبعا وسط احتفال كبير من المواطنين. ونقدر نقول أن منطقة التجمع والقاهرة الجديدة شهدت إقبال كبير من المواطنين على مدار اليومين. ومن بداية اليوم النهاردة ياسمين، يعني وقبل فتح باب اللجنة، طيب خليني أسألك، من بداية اليوم مفروض أن اللجان فتحت من ساعتين، يعني الساعة 9، هل تم فتح اللجان كلها في المواعيد مظبوطة الساعة 9 صباحا؟ تم فتح اللجان في مواعيدها، وأيضا كان المواطنين المتواجدين يعني من جميع الفئات العمرية، ويعني من العمال ومن المواطنين وأساتذة جامعة ودكاترة كانوا موجودين واقفين في الطوابير في انتظار فتح باب اللجنة. وزي ما أشرت ياسمين، يعني اللجنة هنا حتى في سيزا نبراوي بتستقبل عدد من الوافدين من المحافظات المختلفة اللي قابلوا بأصواتهم، والمشهد أيضا خارج المدرسة، يعني المصريين سعداء بالعملية الاستفتاء على الدستور ورافعين الأعلام، ويعني الموسيقى في كل مكان، والحقيقة يعني في فرحة كبيرة من قبل المواطنين. يعني مشاهد كلها مفرحة وبتعبر عن الإقبال الشديد من أول يوم لحد ثالث يوم والأخير. المرأة المصرية من أول يوم بنتكلم عن تصدرها للمشهد، وده مش جديد على المرأة المصرية. السيدات عندك عاملين إيه؟ يعني حقيقي السيدات من كل الفئات المجتمعية، سواء يعني سيدات كبار السن أو الشابات المصريات، كانوا بيقوموا حتى تنظيم العملية الانتخابية، مساعدة طبعا كبار السن في الدخول مع جهود طبعا الجيش والشرطة، لأنه كان العدد كبير، فكانوا الفتيات كانوا بيقوموا بمساعدة كبار السن أيضا لتسيير سير عمل الاستفتاء. طبعا يعني المرأة المصرية يعني النهاردة أيضا كان ليها تواجد أمام لجنة مدرسة سيزا نبراوي، وإحنا معاكي ياسمين على مدار اليوم عشان هنتابع أكيد مع بعض مصرية. سير العملية أو عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية. شكرا جدا آية الأبنودي، بشكرك شكرا جزيلا.